عندنا دورين، دور المرجعية العليا الرشيدة ودور الشعب بوصفه مصدر السلطات وهو الذي يصنع النموذج السياسي. فنضع هذه الاستحقاقات أمام الرأي العام العراقي وأمام حتى مرجعيتنا الرشيدة، لأنه احنا لا ننسى، أنا لا يجوز إلي أخلاقيا ومبدئيا أن أصنف قوات حماية السنجار أصنفها إرهابية. ما هي إجت شالت السلاح ووقفت إلى جانبي في مقاتلة داعش،